هذا ويلتقي المنتخب الوطني لكرة اليد مساء غد نظيره النرويجي في أول لقاءاته بالدور الرئيسي للمونديال. من المقرر أن يلتقي المنتخب المصري أمام الدنمارك في ثاني مواجهات الدور الرئيسي يوم الاثنين المقبل، على أن تقام مباراة مصر وتونس في الدور نفسه الأربعاء المقبل. كانت مصر قد تمكنت من الصعود إلى هذا الدور بعد حصولها على المركز الثالث في المجموعة بفوزها على منتخبي الأرجنتين وأنغولا وتعادلها مع المجر والخسارة أمام السويد وقطر. فاز منتخب كوريا الموحدة لكرة اليد على نظيره الياباني بنتيجة 27 هدفا مقابل 25 في مباريات تحديد المراكز من 21 وحتى 24 في بطولة كأس العالم لكرة اليد. كما تغلبت روسيا على مقدونيا في مباريات تحديد المركز من 13 وحتى 16 بنتيجة 30 28.